نظمت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية في قرية بني غنى بمركز صملوط. جاء ذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتضم القافلة العديد من التخصصات، منها الأطفال والبطنة والجراحة والأسنان والجلدية، القلب والصدر والرمد. النهارده القافله معانا بتضم تخصصات البطنه والجلد والاطفال والنساء وتنظيم الاسره والجلديه والجراحه والاسنان والانف والاذن والرمد. معانا معمل طفيليات، معمل دم، جهاز اشعه اكس راي، ادوات تثقيف صحي، خدمه كشف مبكر على الضغط والسكر، وبرضه لو في حالات محتاجه تحويل على اقرب مستشفى عام او مركزي بيتم تحويلها لتلقي العلاج مجانا.